أهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب القواعد الآشورية المعاصرة، تجدوه في أكاديميا، موقع أكاديميا بالآشوري وبالعربي، وحلقاته موجودة على قناتي وعلى قناته. سوف نرجع عند سورة الصافات، وإحنا توقفنا عند خلصنا الآية 82، سنبدأ بالآية 83، لكن عندنا أحب أرجع للآية، أرجع للآية 78، أتكلم عن موضوع الترجمة اللي تطرحها هذه الآية. أرجيكم المشكلة، هلا بان عندك أبونا؟ نعم هلا انت لما تقول الترجمه، انا ترجمت القران لثلاث لغات، الوحيد المترجم القران لثلاث لغات، فاحنا رجعنا لك مكتوب، هي تركنا، انا متاكد انها خطا كتابه، فانت ما تقدرش تقعد تغير الكلمه يعني، بس ازاي تترجمها؟ لكن انا الان رجعت لترجمه الفرنسيه في الواقع، وشفت اني انا خلط النص وترجمت وباركنا. فهمت علي؟ يعني أنا صححت الكلمة في عقلي وترجمت كأنها مكتوبة وباركنا. شفت علي؟ وباركنا، لكن في الهامش أنا ذكرت ترجمة لحميد الله. أعطيك هنا، أنا كتبت هنا ترجمة نو لبنيم بارمي لدرنيي، بس هو مو كاتب بنيم، باركنا مو كاتب بنيم، ولكن علشان نخلص من المشكلة فأنا عملت حطيت في الهامش ترجمة لحميد الله، نو زافون بيربيتيي سون سوفينير دان لا بوستيريتي. شفت علي؟ يعني حقيقة أنا ما كانش لازم أتلاعب بالنص العربي، يعني ما ليش حق أتلاعب بالنص العربي، كان لازم أترجمه حرفيا، ولو إنه ما لا يعطي معنى، ولو إنه ما يعطي معنى، لكن أو كان لازم أقول إني أنا اتبعت قراءة مختلفة، يعني إنه لأنه بسبب الأمر هذا، بس النص الفرنسي ما حاب يتحمله أكثر من الضرورة، يعني يكفي أنا وضعت، اعتبرت أنه يكفي أني أنا وضعت ترجمة لمترجم، أشهر مترجم مسلم بالفرنسي ويعتمد عليه عامة كثير من الأوقات. شفتوا المشكلة اللي يقع فيها المترجم، ماذا يعمل أمام كلمة كتبت خطأ؟ وأكيد أنها خطأ، يعني ما في أي شك أنها خطأ. هلأ خطأ نسخ، مش ضروري نقولها خطأ من القرآن، بس هي خطأ. هلا نكمل الآية 83، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إحنا الآيات اللي ما فيها مشكلة مش هنتأخر عليها، أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا، كلمة إفكا احنا شفناها عدة مرات، كثير مرات، فهي تعني إفكا إمعان في الكذب وهيك وما شابه ذلك يعني. أوكي، فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سقيم مريض، واضح مزدروع. فتولوا عنه مدبرين، واضح واضح المشكلة، راحوا خلوه. أيوه تركوا. أيوه، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. شفت علي فراغة، ماذا تعني راغة؟
هنا مال على سبيل الاحتيال، قلمت فراغ رغى على كل فراغ هو لكن أبونا هنا أنا أشوف أنه في كمان ممكن واحد يكرهها سريانيا راغة، لأنه شوف هنا هل هذا تشبه حرف آخر صاد، ممكن صاد السريانية أو حتى ممكن تقول فراحة راحة، يعني بس تسكر العين بتصير الحاء ذهب فراحة إلى آلهتهم، لأنه فراغة. هلا نشوف هذه الكلمة فراغة كيف فهمت أولا، ونشوف شو أصلها وهل استعملت في آيات أخرى. يعني شوف إحنا إزاي نتعامل مع الكلمات. كلمة غريبة، كلمة غريبة لا تستعمل، فإحنا عايزين نفهم من وين فراغة استعملت ثلاث مرات كلمة فراغ، وكلها بعلاقة مع إبراهيم، بس مش بنفس الموضوع. فمال إلي حطمه خفية عن القوم فراغ، لا راغ زاغ راغ ممكن يكون فزاغ. هي موجودة بالسرياني راغ راغ رغا يعني مالة. أها الغار غاغا مالة راغا أيوة رغ رغاغا رغ رغ يعني مالة. حلو جدا رغ أيوة رغ سر يعني تعني مالة. بس أنا ممكن أقرأها فزاغة لأنه إحنا نقول بالعربي إحنا هنشوف إذا موجود الفعل زوغ استعملت. أيوة زاغة عن الطريق زاغة عن أيوة أيوة فشفت علي، فبيكون أفضل. لكن ما بعرفش يعني نشوف الفعل زوغ إذا موجود الفعل زوغ وهل يستعمل. زوغ ميم نون ها واو لا غير موجود، لم يستعملوا الكلمة القرآن كفعل زوغ. هل بالسرياني زوغ موجود؟ زاغ 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 موجود موجود بمعنى هسه اشوف لك هو أشوف أشوف زاغ زاغ أيوة. جهل تسافه تحامق جن عتها تخبل نفع صلح. لا تناسب العربي، لا نخليها فراغ. بس احنا بالعربي نقول زاغ موجودة احنا في القاموس العربي. ايوه زاغ يزيغ يعني زاغ عن الطريق زاغ عن السبيل. أيوة زاغ عن الموضوع. بس أيوة. عجب زاغ هل هي بهذا المعنى العربي ترهم هون في وتكمل المعنى معنى الجملة هذه؟ لأنه هو تحايل زاغ إلى آلهتهم. آه زاغ من، ما يقولون زاغ إلى، زاغ من. زاغ عن. بس إذا نقول مالا بتكون أخرى عن. مالا إلى مالا إلى. وهيك فزاغ إلى. ممكن تقول فزاغ إلى. ممكن فزاغ إلى ممكن فزاغ إلى. هل أنا أشوف لك الكلمات أبونا؟ أيوة
زاغة، ولا زاغة القواميس، شو يقول، شو يقولون المعجم العربي، زاغة، زاغة يعني زاغة، زاغة انحرف حاد عنه، عن، أيوة حاد عنه، أيوة إليه، بس حاد عنه، بس عنه إلى مكان آخر تقول. بلي بلي، بس مع الزاغة ما تستعمل إلى، يستعمل عن أو من. فراغ إلى، أيوة خلي صح كلامك سليم، مال عنه، زاغ عن القصد، مال عنه، بس مال عنه إلى ماذا؟ زاغ، أزواغ من أنواع الزاغة بالفتح، من أنواع الغربان، زاغ الشيء أماله، مال، زاغ عن الطريق، حاد عنه، زاغ، ما هو أنت تقول زاغ عن الطريق يعني راح إلى طريق أخرى، فزاغ إلى طريق آخر. بس كان لازم يقول زاغ إلى آلهتهم، يعني ما هو كان أو يعني زاغ عنهم إلى آلهتهم. على كل جاء يعني زاغ عن الطريق، وزاغ زوغ به، يعني هو ممكن زاغ، بس هو ممكن كما تكون فراحة، أيوة، أو زاغ مالا، لا نكتبها، ربما زاغ وربما راحة، لأنه فراغ. هذه السريانية اغلقها، راغ سريانية تعني ما مالا مالا، أيوة. بس اغلق الـ اغلق الـ هذه قوس، افتح قوس جديد لأنه لا تتخربط الأمور بينه. ثاني واحدة أقولها، ربما هو هي عملنا نقطة، لأنه هذا ربما أو ربما يعني أنا حطيت نقطة أبونا، لأنه أيوة هو أيوة كل كل كلها أنا كلها حطيتها بين قوسين، أيوة أيوة، ما كثش الأقواس. نعم. أو ربما زاغ وربما أو راحة، أو 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 راحة أو راحة، لأنه المشكلة راغة هنا، المشكلة ما في راغة، لا ما راغة، على كل مو مشكلة، يعني احنا هو القصد منه ايه، انه الكلمة في المخطوطات القديمة تسمح كل هذه القراءات، هذا هو فقط. ايوه، فاذا هم كتبوا انا راغة، فاذا راغة ما في بالعربي، نفتش باللغات الاخرى، واللغة الاقرب للعربي السريانية، فوجدنا في السريانية راغ، اذا في احتمال انه أيوة. تكون هذه او راغ ممكن سريانيا، ممكن او ربما تكون زاغة او زاغة او راحة، يعني هذا هو اللي عايزينه، يعني لانه راغة احنا لا تستعمل بالكلام عربيا، ما في راغة، راغة موجود أبونا بالقاموس، أفرجيك إياه شو يقول هنا، راغة، راغة، لأنه ما دام استعملت في القرآن لازم يجدوها، مش ممكن يخلوها بلا بلا بلا, بلا معنى. أيوة. راغة هنا تحول من مكان إلى الآخر، وبعدين شو يقول، راغة عن الطريق، زاغ عنها، راغة يعني مرادف لزاغة، أيوة، وهنا يقول راغة عن الطريق، أيوة شايف عليه نفس الشيء، راغة الثعلب ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة، راوغة، احنا بنقول راوغة، راوغة، أيوة أيوة، يعني تحايل. بس هنا يقول لا، لأنه راح مال أو راح أو مال إلى الآلهة، إلى آلهة، هو أبونا هو عمل حيلة بالأول، شو قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أنا مريض، حايل، عمل حيلة، يعني اتركوني مريض، لا تدوخوني يعني، أيوة، فهو تركوه
فهو راح حالا عند اهل هود وصار يكسر فيهم. يعني هنا يعني بمعنى راوغ. راوغ هنا راغب ممكن بهذا المعنى، على كل زاغ يعني كتبنا احنا اعطينا كل المحتملات. ها فلكم لا تنطقون. هنا هو بيسالهم اول سؤال كلهم، الا تاكلون؟ طيب هذه القصة مش موجودة في التوراة، لكنها موجودة في أساطير اليهود. يعني أنا أعطيتها، شفت؟ يعني أنا أذكر في كتاب غير مذكور في العهد القديم، لكن موجودة في أساطير اليهود. كينزبرغ، أوكي، مجلد الأول صفحة 6-7. جميل، بس جميل أن أساطير اليهود موجودة إلى الآن، يعني ما حلو. أيوة، جينزبرغ هو كان أستاذ الأساطير في الجامعة العبرية، هو هنغاري أظن، كتب 4 مجلدات وترجم للعربي كتابه. حلو. نشر في بيروت ترجمة العربية. أنا استعملت الترجمة، يعني الترجمة الإنجليزية، وصدر أيضا بالفرنسي، وأصله أظن كتب، ما بعرف اللغة الأولى اللي كتب فيها، ربما ألمانيا أو ألمانيا ما بعرف، ربما، ما بدري، ما عندي علم شو أصل هذا. جينزبرغ مشهور، أنت تبحث جينزبرغ Legends of the Jews تجد الكتاب، المجلد الأول صفحة 76. وأنا ذكرت هنا، أكيد هي أنا هنا جاءت إلى الترجمة الإنجليزية. طيب هلا واضح الأمر، ما لكم لا تنطقون، واضح. فراغ عليها ضربا باليمين، فراغ رجع على راغة، رجع استعمل كلمة راغة. ضربا باليمين، أيوة. طيب ما فهمنا أول راغة، طيب ربما هي راح عليها ضربا باليمين، مش فراغة، مش ضرورة هنا يقعد يتحايل. لا ما لا ممكن ما لا ترهم ما لا عليهم ضربا. أيوة راح عليها ضربا، راح يقتلوا. فأقبلوا إليه يزفون. هذه الكلمة عليها مشكلة، يزفون أبونا، يزفوا، يزف، يزفون، يزفون يعني يسرعون. أبونا إحنا بنقول بالعربي عندنا زف العروس، يعني حمل العروس لعريسها، الزف. إحنا بنقول الزفي. هل أنت هنا يقول يسرعون، هناك الزفية، مش يسرعون، الزفي هو الاحتفال. فأنت شو تقولون؟ شوف هسه نحن عندنا العراقي يقول زفيتها، يعني طردتها وهو شيء من هالقبيل، ما أعرف. بس شوف زبثة، زيب، زفن، زب، فيها زاز، زي، نعم أيوة، زيب، زيبة، زيبان، زوب، عندنا زيف، خلط الذهب خاصة، حرف، بدل، غير، أفسد، جحد، أنكر، كذب، فند، ضحض، قص. أظن هذا لا تتناسب مع هذا الفعل، مع هذا الموقع، أظن مش هيك. زفوا،
يعني هم فهمت بمعنى يسرعون. فزفوا فأقول إليه يزفون. أيوة يسرعون لازم. يسرعون فهمت هيك. فهمت بس لكن تلاحظ أبونا إنه اختلفوا في قراءتها. خمس قراءات مختلفة. هي. وأحد القراءات يرفون. يرفون. هل في هناك فعل رفع بالسرياني يساعدنا؟ نحن نقول المرفأ. احنا نستعملها بالكلام بس نشوف بمعنى مو بهالمعنى. استعمل بالكلام يعني يرمي او يقذف او رفع. بس خلي اشوف لك. احنا بنقول عربي رفرفة يعني حرك جناحيه. رفرف موجوده بالسريانية. رب 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 رفع إذا اهتز حركة ارتعش خفق اهتز رف رف حضن أقام همل ارتخى أرخى المكث. لا هي رفة مثل ما تقول رفة أيضا معناها رفة. طيب نتركها يعني أقل أظنهم. بس بقول لك بالعراقي زفة يعني 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 وبخة. بالعربي بالعربي. أيوة. زفيت يعني وبخت أو طردت أو 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 شوف هيك من هالقبيل. أيوة. طب حلو هاي حلو يوبخون. لهجة عراقية. لهجة. حلوة ما إذا ما تحتفظ بالكلمة لهجة عراقية عراقية تعني وبخة. وبخة هو فعلا هم واجوا يوبخوا فاقبلوا إليه يوبخون. يزفوه. أيوة. طيب احنا عندنا مثل عربي وعبارة عربية مضحكة يستعملوا فيها كلمة يزفون يعني نعمل لك بهدلي. يزفون فهم علي؟ أو يعني نعمل لك عيد. لأنه هي زيفة بالسرياني يعني كذب يعني حيلة يعني تحايل. أيوة. طيب الزيف هذيك. أيوة الزيف نعم. هذا الآية 95 قال أتعبدون ما تنحتون. أيوة تنحتون والله موجودة بالمزامير. أي موجودة في المزامير. مزامير اللي يقول لهم عيون ولا يرون ولهم آذان لا يسمعون ولهم للأصنام. أيوة صحيح. والذين صنعوهم هم أنقص منهم. أنقص منهم. أنكس منهم. بس هو الأسطورة العبرية جت على أساس المزامير ربما. أفلا ما تنحتوا وناحتوهم. بالضبط وناحتوهم هم أوسخ منهم يعني أو أدنى. أيوة هاي تجد ليها بعدين. أبونا شمعون لازم يجد المزامير. أشوف لك لازم يجد المزامير. لازم أنسى. لا ما تدور. لا بس أكتب لا أنسى حتى لا. أيوة أبونا شمعون لازم يجد المزامير. المزامير. المزامير اللي لا يسمعوا ينحتوا. أيوة عن الأصنام. حلوة هاي منيحة. أيوة أوكي كتب. الآية 96 بتكمل أبونا والله خلقكم وما تعملون. يعني هو سؤال كله شو بتعملوا. طيب قالوا
قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. أيوة. تعرف انه عادين احكي لك القصة لما نصل لها هنا من وين جت هاي القصة. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم بنيانا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. هنا 36 اعتبرت ناقصة، ولدا من الصالحين، هنا هب لي ولدا من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. حليم أبونا، أيوة. كلمة حلم حليم، ماذا تقول لك بالسرياني حليم؟ حليمة بالسرياني يعني سالم، قوي، صح، صحيح. عايز كل الكلمات لها معاني يمكن. يا سر يعني تعني هاي تقسم لها معاني. حلمانة نقول يعني صحة، خليمة يعني صحيح، يعني ذا صحة جيدة. وأشوف لك معاني أخرى اللي ما مستعملها بالكلام. أيوة. بس الحليم تفهم بمعنى آخر هنا بالعربي أبونا. أعطيك كيف تفهم هي، أعطيك إزاي تفهم. شوف حلام هو حلم طبعا أصلها. أيوة. حلم هو بريء، صحة، برئة، صحة، تعافى، شفية، ثخنة، طابة، لذة. شفت؟ أيوة. حليم أبونا تجي أيضا حلم حلمة. إذا هي حلم حلمانة معناها برئة، صحة، تعافى، الشيء اللي قلته. لكن إذا كان حلم حلمة فمعناه حلمة، رأى أحلاما. طيب هلا نشوف لك هاي الآية شو فهمت. غني حليم بغلام يعني. طيب شو معنى هذه الكلمة؟ حليم فهم ذي حلم كثير، ما استفدنا. ذي حلم بغلام يكون حليما في كبره. طيب حليمة، احنا عايزين نعرف حليمة شو معناها. هو الحليم هو حليمة، شوف، حالم، سالم، صحيح، متعافي، متين، مكين، ثابت، مستقيم، سديد. أبونا بالعربي. وحليم أيضا بالعربي حليم. أيوة. بالعربي استعملها حليم يعني إنسان حليم وديع. أيوة 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 حليم حليم هو هذا. حليم وديع يعني. طيب. طيب أيوة سديد. أيوة. طب خليها هي بلاش ندور عليه. حليم موجود. تعني وديع يعني جيد. هي مفهومة، احنا مش هنصعب الأمور، مش هنصعب الأمور يعني، مدام واضحة تقريبا واضحة. عبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ. فكرتني فيه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا موجودة. موجودة. نعم. كله موجودة. ما موجودة بالكتاب المقدس. فأنا ذاكره، إذا مش موجود أنا ذاكره. بالأساطير هذه أكيد. هنا شوف. يذكر سفر التكوين اسم إسحاق ضحية، أما الكرافة لا يذكر اسمه، ولكن يشير إلى البشارة بإسحاق. طيب منيح. وبشرنا طيب. وبعدين ويعتقد المسلمون أن ثم أخا أنا ذكرت هنا النص الموجود، كل النص ذاكر، شوف طويل. أيوة بس يعني هل مسألة أنه إبراهيم قال الابن أنا أذبحك ما أذبحك، هاي ما في. أيوة. طيب. وفي هذه الرواية التوراتية لا دور لإسحاق كما في القرآن، وهذا الدور نجده في أسطورة يهودية.
طويلة نقتبس منها هذه الفقرات، وإن كان وبينما كان يمضيان تحدث إسحاق لأبي، انظر ها هي النار والحطب، لكن أين إذن الحمل لقربان محرق أمام الرب؟ فأجاب إبراهيم إسحاق: لقد اختارك الرب يا ابني لقربان محرقة مثالي، محرقة مثالية بدلا من الحمل. فقال إسحاق له: سأفعل كل ما قاله لك الرب السعادة وابتهاج قلب. موجودة ما هي ما لهيك أنا أقول لك هذه من أساطير اليهود أخذها. نعم أساطير أيوة. على كل هذا مهم نعرف. طبعا. هذا طبعا. مهم نعرف شو طبعا. يعني إنه القرآن أخذ من ال من الثقافة اليهودية من التراث اليهودي، ليس من التوراة. أيوة. ولكن من أساطير اليهود. وحتى كثير مثل هنا خالف النص التوراتي. صح. إيه وفي أمور أخرى يعني أنا ذكرتها قلت هذا غير مذكور في التوراة بينما تذكر في الأساطير. فهو فالقرآن يقول إحنا ويعني هو بيقول إنه القرآن هو مؤكدا لما جاء في الكتاب بين يديه، بس هو مو صحيح يعني التوراة مذكر، لكن هو مش من التوراة، هو من الأساطير. هو يعتبر الأساطير أصح من التوراة، أن التوراة حرفت يعني. كمان صحيح هذا كلامك صحيح، بس إنه هنا ما عنده المصدر، المصدر هي قصص تلمودية أبونا. صح. هي قصص تلمودية، وأنت تعرف. يعني أنا هسه أفهم أن والدي كان يقول بعض الأمور عن موسى وعن هذه ما موجود بالتوراة. قل له منين جبتها هاي بابا؟ ما في هذه، كان يسمعها من أصدقائه عنده مسلمين من التركمان الأكراد هذه. فيقول بلى يا موسى هيك قال، أمور غريبة وعجيبة. فكنت أنا أتعجب، بس هسا أنا هلا أعرف أنه كان لازم من الأساطير هذه جابوها. أيوة 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 أيوة. وأنت تعرف إنه التلمود كتب في بابل. ايوه صح، كتب في بابل يعني. واحنا قلنا انه اللغه المؤثره هنا ليس السرياني الشرقي والغربي، ولكن الشرقي. نعم البابلي الكلام. وهذا دليل انه القران كتب في الجهه الشرقيه من العراق مو الغربيه. نعم من ال شفت علي. هذا دليل اخر انه يعني ايه اوكي هذا واضح الأمر. ما طيب هلا نيجي هلا هنا جملة يتدخل فيها أستاذنا لوكسمبورغ: فلما أسلم وتله للجبين. هذا معنى وتله للجبين، فهمت أبونا؟ شوف شو يقول هلا. هذا جاء في كتابه: تله يعني جذبه وجره بقوة وعزم، وتله على الجبين، كان مش للجبين، على الجبين، لأنه هو وضعه على جبينه، ما تله إلى الجبين، للجبين، وتله على الجبين يعني تله على الجبين، جره وضعه وتله يعني وضعه على الجبين، جذبه للجبين. طيب ويقترح لوكسمبورغ الحبين مش الجبين، بمعنى المحرقة أو المذبحة بالسرياني بدلا من الجبين، ويفهم كلمة تله بالسرياني بمعنى ربطه. ما احنا بنقول بالعربي تلاليله، مش هيك؟ امسكوا بتلاليله، مش هيك؟ صح. فشو يعني تلاليله هنا؟ فيكون معنى الآية وربطه على المحرقة، وهذا ما يتفق مع النص التوراتي. فلما وصل إلى المكان الذي أراه الله إياه، بنى إبراهيم هناك المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه وجعله على المذبح فوق الحطب. شفت علي؟
أيوة، تلت لا تجي بمعنى ربطة، نعم بمعنى تلة حمل وربط أيضا. حمل أيوة وربط تجي ربط، أيوة بمعنى حمل أو ربط، حمل أو ربط أو حمل علق أيضا. حمل أو ربط. وهل الحبين حنين حنين، بيقول لك هو مش الجبين، هو الحبين، تعني حمل أو ربط، وحرف اللام في الحبين يعني على، تعني على هنا. فلما وتله للحبين يعني على بدل لي، ايوه على لهيك وتله على، ايوه على. هل حبين هي كالحبنة؟ هل معناته حرق او قدم او مثل حبنة؟ نعم، حبن ايوه حبن يعني أضرم، أضرم. أشعل أشعل، معناته حبن كلامه سريع، اضطرم اشتعل تأجج، حبن اضطرم اشتعل تأجج. معناته هل طيب ايه مكان المحرقة شو تسموه؟ مذبحة، مذبح على المذبح، منيح. بس هو يقول يعني على النار، على النار، ايوه على اضرمه المحرقة. على المحرقه، على ال شوف هذه ما كي يجي بالي شو الكلمه. طيب أبونا دور لي في القاموس عندك كلمة الحبن. الحبن هذه أشوف حبنة، نشوف وين شو ممكن حبان، هذا قلت حبان هي بالعربي ولا بالسرياني تريدها؟ هي سرياني حبنة. سرياني هي، قلت لك اضطرم اشتعل حبان، حبا حبان أضرم حبا اشتعل أحبن هذه حب، فهي هي بهالمعنى اشتعل اضطرم. طب هو كيف ترجم المحرقة؟ يعني هو بيقول على خلي اشوف بالعربي محرقة، بنشوف بالسرياني عندها من المقابل شو موجودة محرقة بالعربي بهالقاموس مالي. أكيد أكيد موجودة عندك. محرقة محاسن حامين محضر محضر الراء هي قبل هذا هو قاموس عربي سرياني. بالجذور أم لا بالأبجدي؟ لا بالكلام، بالكلم كلمات إذا محرقة، أيوة محرقة، أيوة محروم محرم 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 محرك 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 محرق أيوة المحرق المح المح المحرق شايو مشله ومشلهوي تصاروب تصريب لا المحرق الذبيحة تعرف يقد عللت سواث الشملايا لا ما يقدى سواثة ايوه ايوه سريان ايوه محرقة ايوه على كل هذا هو ما قاله استاذنا، وهذا ما يتفق مع النص التوراتي. والتوراة يقول وبنى مذبحا وأخذ لأنه هو شو بالتوراة انا يقول وضعت النص هون ابونا، ما تتعب أيوة نفسك، انا وضعت النص. مع المذبح رتب حطب أيوة ربط إسحاق ده وجعله على المذبح صح هي هيك صح موجود هذا أنت كاتبه أيوة وهي هذه تل يعني ربط. طيب شوف لي البسيطة شو يقول. تل له أيوة التكوين 22/9، لأنه ممكن كلمة من الكلمات هذا جاءت من البسيطة. اثنين وعشرين تسعة خمسة وعشرين اثنين وعشرين طيب
وست والأسرى دمر لي علىها وونا تمن أوراها مذبخة وصدر قيس وبخر لصحق بري وسامي على المذبخة العيل من قيس. هي مثل العربي يقول: ولما وصل إلى المكان الذي أمره الله بنى هناك إبراهيم مذبحا ورتب عليه الحطب ومسك إسحاق ابنه ووضعه على المذبح. ما هو فعل مسك بالسرياني؟ مسك بخر بخر أشوف هسه بخر بخر أنا كنت حاب أسمع إذا موجود خر تلة موجود تلة طب خلص نتركها ما لنا حاجة فيها أنا فقط بدي أشوف إذا الكلمة يعني لها إلى صدى في أيوة ونادينا لما أسلما يعني وصلا طيب لما أسلما يعني إنه أسلموا لله أها أوكي يعني أطاعوا أوامر الله للجبين أيوة تله للجبين هو يقول وضعه أو جره أو يعني هو يقول لك صاحبنا هنا وضع على كل نحن قرانا أوكي ربطه تله ربطه أيوة وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه النكتة قال إنه الله قدم له ذبيحة مجانا وورط الفقراء بسعرها. شو؟ الله قدم لإبراهيم ذبيحة مجانا شيك وورط الفقراء بثمنها. آه إيه صار ذبيحة سوى ذبيحة صح. إبراهيم ما دفع سعر الخروف الله قدمه مجانا كبش مجانا كان حقه يتعطي للفقراء الكبش قول إبراهيم على أساس حتى يقدم ذبيحة يعني أيوة فيعني الله قدم لإبراهيم الخروف مجانا وورط الفقراء بسعره ومن قال يعملوا يا ما قال لهم اعملوا مثلي وتركنا عليه في الآخرين هنا نفس الشيء تركنا هنا نفس الشيء شوف شو ترك يمكن الآية اللي بعدها أستاذ يمكن لا ما في وسلام على إبراهيم فقط ترك أنا 40 خطة تركنا عليه في الآخر قد تحافظ في فهمها رجعتنا وباركنا عليه في الآخرين وخلاص أنا ذكرت نفس الكلام أيوة. كذلك نجزي المحسنين لأنه هاي بعيد نفس الآيات اللي ذكرها سابقا نعم. إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهم محسن وظالم لنفسه. بس عجب أستاذ أنه يعني يعترف أنه إسحاق كان اللي قرب ولا إسماعيل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهم محسن عجب لأنه باركنا عليه وعلى إسحاق لا يذكر إسماعيل هنا أيوة لا يذكر اسم إسماعيل بس من جابوا هذه يقولون لا ما كان إسحاق كان إسماعيل لن ندخل في هذه الأمور هذه مشاكل سليها أوكي إحنا عايزين السريع إسحاق يعني إسحاق وعلى إسحاق ولما لم يذكر بارك على إسماعيل هو فقط على إسحاق ومن ذريتهم محسن وظالم لنفسه أبونا هذا دليل عندي إنه اللي كتب القرآن هو يهودي لا يذكر إسماعيل هنا إيه بس منين جابوها المسلمين أنه مو كان إسماعيل مو موجود في الهوامش تاعون يعني ذكرت الأمر ما دخلنا في الموضوع أوكي. بس هنا واضح أنه اللي كتبه هنا وباركنا عليه وعلى إسحاق ما بارك على إسماعيل ما بارك على إسماعيل فهم علي هذا دليل مثل قلت لك أنه اللي كتبه هو يهودي ولقد مننا سرياني من المؤمنين بالكتاب المقدس يعني هي الثقافة اليهودية المسيطرة ولقد مننا على موسى وهارون
مننا يعني وهبنا يعني تمنين عليه. أيوة أستاذنا كان يفكر مننا يعني أشياء قليلة السعر حسبنا. لا منيانة منانة مناي منيانة طيب خلي منا هذه كمنا. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهم وقومهم من الكرب. رجع للطرب، موضوع الطرب، احنا مش عايزين نطرب. هو لو كان طرب حلو يعني واحد ينطرب شوي. لا لا اخوي ابوي يعني صحيح اوقات يحيرني، اوقات يحيرني. الله لا يحير عبده بيقول واحد. الله لا يحير عبده. وينك؟ طيب احنا حذفنا ولسه ما راح. ما عايز يروح. طيب انا حشيله ولو يعني انا بدي اخلي الطرب عندي. لا انا ما عارف كيف جاب لي اياها هاي. وهنا شو على كل انا لن ادخل في التفاصيل لانه هنا وقعنا على خلق المشاكل. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. طيب واتيناهما الكتاب المستبين. ابونا شفت هنا هو اعطى ابراهيم واعطى على موسى وهارون. ايوه هو اعطى موسى. موضوع جديد هذا، موضوع جديد. ايوه موضوع جديد، موضوع موسى. وهديناهما الصراط المستقيم. توضيح معنى الخط المستقيم. الصراط يعني الخط، مش هيك؟ الطريق الطريق الطريق. ما لا حاجه ما لا حاجه. وتركنا عليهما في الاخرين. هو فهمها ابونا أخرى، مش هيك؟ هاي كتبها هيك. أخرى. يعني آخر الأزمنة، هو الأزمنة الأخيرة. ومن هنا وهنا الجمع. شو يعني الجمع؟ الجمع. أخرى يعني الأخيرين. نحذف هذا الأمر، هذا ما لناش فيه. أما أخران الآخرين. ما عندنا هنا. طيب احنا سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. أيوة نفس الكلام. هلا نكمل إنهما وإن إلي. هلا موضوع آخر. إلياس جاء إيليا. هذا جاء صاحبنا إلياس منصور. إيليا منصور. وإن إلياس لمن المرسلين. المرسلين. أيوة إذ قال لقومها ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم وربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. في الآخرين هو كتب حتى وباركنا. وباركنا زون حراي الأزمنة الأخيرة. فكرهنا زون حراي يعني الأزمنة الأخيرة أو الزمان الأخير. وثريهون علمي وكلا العالمين. في الآخرين. الآخرين يعني اللي بيجوا بعدين. هل أنا حاجة بهذا الكلام؟ يعني جاز أنه من أجل السجع قال من الآخرة سواء آخرين. الآخرين في الآخرة. طيب سلام على الياسين. الياسين شو هاي الياسين؟ هنا أبو الياسين. شوف هاي كلمة الياسين حيرتهم، وقعتهم في مشكلة. أبونا هاي ياسين. شوف هنا أبونا الياسين جت بقراءات مختلفة غريبة عجيبة. شوف شوف كم قراءة جاء عليها أبونا. الياسين الياسين إدراسين إليسا
إدريسين إدراسين إليسين ياسين. شو هذا؟ شو هالخبر؟ ياسين قد يقول النبي إلي إلياس قد يقول. طيب صيغة الجمع لاسم العامل طيب إلياس إلياسي إلياس صار ال فصلها الإفلام من ياسين. طيب منيح بس هم يعني تشوف كأنه إنه متحير في قراءة الكلمة. أيوة طبعًا يعني شو مع شو؟ أما مش فاهمين شو؟ إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطًا لمن المرسلين. رجعنا للوط رجعنا أيوة. للوط لوطًا من المرسلين. مرسلين هلا هو هاي الصورة طويلة احنا بس من هلا من هالنوعية سجع كلها هي سجع وما فيها مشاكل. إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. هو فهم الغابرين أي الماضين الذين عبروا بمعنى عبر أي خالف أو امرأة مخالفة الأوامر. العابرين يعني المخالف هي فهم في الغابرين غبر يعني هو العابرين ايه من ورع الناموس يعني خالف الناموس يعني المتجاوزين بالضبط عابرين بالسرياني يعني المتجاوزين بس يعني بس هي مو غابرين عابرين اذا كانت ايه معناته هو قراها هي يمكن تقرا العابرين عابرين ايه لأنه العين والغين نفس الشيء بس هو يقول خلصناها شوف قبلها قال باركنا إلا هذا يقول نجيناهم بس واحد ما نجاه إلا عجوزا من الغابرين يعني هي زوجة نوح زوجة لوط اللي نظرت للوراء أيوة وتعدت على القانون بهذا المعنى ايوه ما مسكت الوصيه اللي وصاها لا تلتفت الى وراء ايوه عفارم عليك عفارم عليك هي هاي هي صح عابرين هي عابرين يعني صحيح هي عابرين مش عابرين يعني المخالفين او المتجاوزين طيب انا حشوف لك هنا كيف فهمت الغابرين شلون هم يا فاز ايوه عابرين هم يقولون اكيد من الاوائل من الذين ماضين ايوه ماشي ايوه يجوز هلا نشوف من الغابرين الغابرين نشوف لها كان من الغابرين طيب الغابرين هناك الباقين الهالكين الغابرين الباقين والماضي أي من طالت أعمارهم ما لهاش معنى لا هي نتيجة صارت أنه هلكت لأنه تجاوزت مو لأنه هلكت بعدين تجاوز هنا يقول أبونا من الغابرين الباقين في العذاب فإنها كانت من الهالكين الباقين في عذاب الله بس يعني عجوزا في الغابرين أيوة العابرين بيكون أزبط عابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرن عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين جاء يونس يونس إحنا نتوقف هنا أبونا ولا نكمل شوية خلينا نكمل شوية نشوف طيب إذ أبقى إلى الفلك المشحون أبقى يعني هو فهمت أبونا أبقى هذه عليها مشكلة أبقى هربة عبد آبق أيوة إذا أبقى لجأ أي احتمى أي أخذ الحماية يقول هو اتقى هو غير التنقيط أبونا لجأ أبقى يعني أبقى إلى الفلك المشحون هو يقول هو إذا اتقى هو قرأها اتقى مش أبقى اتقى يعني أخذ وقاية أيوة ما هو هرب إلى السفينة
هو مو لجأ إلى السفينة، هو هرب إلى السفينة، مش هيك أبونا؟ كان بده يهرب بالسفينة بقصة الطورة، مش هيك؟ نعم هو إلى الفلك المشحون. هلأ المشحون أبونا هنا مشكلة أخرى. المشحون سريانيا هو يقرأها المشجور أو المسجور، أي المضطرب، المضطرب، وعربيا أشغر العداوة المشغور، يعني مضطرب. هو إذ أبق إلى الفلك المشحون. أيوة المشحون. هل أنت إزاي تفهمها هنا؟ هل أنك كلمة طيب المشحون المملوء والمكتظ، احنا نفهمها هيك بالعربي، بس هو يقول لك لا، المشحون هو المضطرب، لأنه مشغور إذا هي مشغور، مشجور، مشغور، لأنه شوف أبونا، ما هو الآية اللي بعدها توضح، فساهم فكان من المضحضين، مضحضين ساهم يعني قرعوا، عملوا قرعة. مين اللي سبب الاضطراب في البحر؟ فقعت القرعة عليه. هو يقول هنا هو لجأ إلى سفينة مضطربة. لا، وكان في السفينة بعدين اضطرب بسببه. هو يعني ما هو بالمختصر بحكيها، بالمختصر جاها من الأخير، فهم علي؟ أيوة نعم. هو مثل ما قلت أنا، أبق يعني فر، يعني هرب أيوة، هرب من أمر الله، هرب إلى أيوة بالضبط، هرب إلى الفلك، إلى السفينة. لكن هو قرأها اتقى، أي لجأ، أخذ الحماية. لا أبقى يكون أفضل. إذا أبقى هي معناها هرب، اتقى أكثر تخدم المعنى. أيوة، أو اتقى يعني احتمى من أمر الله، ممكن لجأ، ممكن أيضا، ممكن الاثنين. طيب هنا بس المشحون، هنا المشكلة، المشحون هو يقرأها المشجور سريانيا، أي المضطرب. هلا مشجور سريانيا تعني اشغار تعني سجر فجر هيج هائج، الهائج بس ايوه هذا اللي يقول المضطرب، هيج هاجا انقض عينه اشتغل استعاذ اضطرم فاض سالخ جعله يسجر ويضرم ويسكب حدر شغران ساجر مظلوم. لا وضح الكلمة، وضحت المعنى، يعني المضطرب أيوة. أيوة فهو يعني هو يقول مش المشحون ولكن المشجور. إذا كان المشغور أحسن، هي مشغور مو مشجور. لأنه الهاي هاك العين، هاي إذا كان عين مشعور هاي ما في بالسرياني شاء، بس مشغور أنت تقول لي المشغور، مشغور إيه، أو إذا كان هم هو الفضاج الجي بالجيم أوكي خليها مش مشغور. أيوة مشغور شجار جو سرياني المضطرب، فهم واضح. فساهم فساهم فكان من المضحضين. فساهم لأنه هو قرأها هيك، لأنه الكوفي يحتمل. أيوة فساهم، أيوة بس اثنين، لأنه هم ما هو في القصة التوراتية بكل منهم شافوا مين اللي سبب المصيبة. أيوة فعملوا اقترعوا فوقعت القرعة عليه. نعم شيك فساهم يعني اشترك في المساهمة، فهم علي؟ يعني هنا ساهم يعني انه دخل في فساهم دخل بالقرعة.
ايوه بهذا المعنى. ايوه اشوف لك انا، شوف انا اللي كتبت 141، انا اللي كتبت 141 هنا البريبار اوسور، اوكي، ساهم بهذا المعنى. بريبار بريبار اخذ مساهمة، اشترك يعني، اخذ مكانا في ال في ال في ال في ال في ال في ال السحبي، زي ما يقول السحبي يعني في القرعة، في القرعة، القرعة. أيوة فساهم، أنا هشوف لك، شوف كيف هم فهموها. فساهم أو فساهم ساهم أي قارع من القرعة، أي خرج السهم عليه لا له، سهم، سهم عنده سهم فيها، بس هو قرأها فساءهم بسبب أنه أدخل عليه الخطر، أدخل عليهم الخطر يعني، فغضبوا عليه فكان من المضحضين، فكان من المضحضين. المضحضين هنا فهمت أبونا 58، المضحضين المغلوبين. أيه. بس هو فهمها المضحكين، تعني المرميين، دحاق يعني طرد أو المرميين رموا من السفينة. أيوة يعني دحاق هي طرد أو رمى يعني ذب إلى دحاق. هو هي المضحكين هي طرد أبعد، أيوة أبعد، نبذ كان من المنبوذين، ايوه مضحضين هو المغلوبين، فهمت رفض المغلوبين، هو فهمت بالمغلوب. بس انا حشوف لك ابونا ازاي فهمت عندهم، ازاي فهمت القران مضحضين، المضحضين كيف فهموها هم. انا هنا مضحضين فكان من المضحضين، المغلوبين بالقرعه. دحض يدحض مدحوض يعني مغلوب على مغلوب. أي مغلوب يعني يحتمل الاثنين، بس أفضل هي واقفة شلون ننظر إليها يعني، إذا كان نفهم أنه فساهم أخذ سهما في القرعة فكان من الخسرانين بالقرعة، الخسر القرعة، أو إذا أنهم هو ساءهم لما عرفوا، بعد ما عرفوا بأن السبب كان هو بعد القرعة يعني. أيوة. لما عرفوا أنه سبب الاضطراب هو هذا، فكان من الإيش، من المبعدين أو المنبوذين أو المطرودين أو اللي رموه من البحر. إيه طبعًا كان من الذين ردوهم من السفينة. فالتقمه الحوت. فاثنيناتهم يمشي. اثنين يحتمل، أيوة المعنيين صحيح. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم هنا فهمت أبونا مستحق اللوم. ملام يعني. أيوة بس ومليم أظن هي وضعت مشان السجع ولا إيش؟ ممكن. مسبحين المليم، لا ما حتى ما مليمين من المليم، وهو مليم لأنه السجع مع الضمة. أيوة فهم علي. المضحضين هنا مليم بالنوم، مسبحين، وبعدين هنا شجاعة يبعثون. شفت أبونا ما هو أوقات السجع مش بنفس الآية التابعة، لكن الآية اللي بعدها. وهو مليم لأنه الآية اللي بعدها، اللي بعد اللي بعدها، أيوة لاحقة. طيب فلولا أنه كان من المسبحين، أيوة، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واضح. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض مش هيك، سقيم 60 فهمت، سقيم يعني مريض مش هيك. واضح، ما عندنا مشكلة هنا نكمل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. بس هاي كلمة عليها مشكلة أبونا.
لأنه ما هي الكلمة التي تستعمل في الشطة في هذه الكلمة؟ لأنه هو أنبت عليه شجرة ليونس الشيخ، ما هي الشجرة التي نبتت عليه في الشطة؟ يقطين، يقطين، هذا يقطين، هذا القرع، القرع الكبير. بس هي مش قرع اللي طلعت عليه. نعم، لا، وبالتوراة القرع. لا أبونا الشيخ، لا مش اليقطين. أوضح لك، أوضح لك، هذا اللي حبيت أسأله، كيف ترجمت؟ فهم علي؟ في العبرية هو خروع، شجر خروع اللي نبت عليه. لأنه أنت ما أنت باليقطين ما بتقدر تحتمي من بالظل، واليقطين مش شجر. لا بس اليقطين يقول تسلق، كان في شيء تسلق عليه. لا، على شجرة من يقطين، لا هي مش شجرة، فلهيك في العبرية هي الخروع تقويون. نحن عدنا نشوف شو يقول هذه البشطة، شوف شو يقول. سفر يونان هو نبتة وليس شجرة أبونا اليقطين. أيوة أيوة أيوة. هلأ العبرية الخروع، أنت تعرف القصة. أيوة طبعا. أنا أعطيك وين هذا طبعا. هاي بالنسبة لنا نحن كعشورين مهمة، لأن كل يوم نحن عندنا كل سنة ثلاثة أيام صوم، صوم لينا وصوم صوم هذا يونان. أيوة أيوة أيوة، صاحبنا صاحبنا. فأنت تقول لي شو تقولون أنتو. أنت تعرف اليقطين هلا كوكويون بالعبري هي كوكويون. كوكويون فهو هيك فهمها يقطين، ما فهم الكلمة سماها يقطين، هو خروع. الو انت عارف تجده ولا اجد لك اياه انا؟ اسجده اسجده اجده، بس خلي يطلع يطلع، لانه ثانية. أيوة نحوم. أيوة. جوناس حبقوق. لساتك هناك كيف؟ لساتك هناك يونس، النبي يونس. يونان 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 شجر أبو جازم يونان شجر يونانوية. أوكي حسب بالشسم الأخير الرابع، الفصل الرابع هو غدا مصلي مكر ومن مريم يونا مديثة وقفت مريم لشرورة قرأة، ايه هي يعني لنبتة القرع. حتى مش يقطين، لا ليش بس القرع ما يصير ابونا. ويعى واسلق العلم يونا فنبت وكبر وصعد فوق فوق يونان وهو طلال على ريش. بس انت شفت القرع بيصعد فوق الانسان، يصعد فوق كل شيء، كان شو ما كان، مثلا اذا كان خشبه موجوده او شيء او منيح منيح شجره يابسه. اعطيني الايه، شو رقم الايه؟ اعطيني رقم الايه سيدي. هو الفصل الرابع من يونان، سفر يونان، الايه 6، رقم 6. طيب منيح، انا حشوف لك شو كيف ترجموها. انا حترجمها لانه هي بالعبري ابونا جت كوكويون. شوف شوف شوف، اقول لك بس لا خلي اقرا لك القبلة، شوف شو يقول. يقول وخرج يونان خارج المدينة وجلس في شرقها وصنع لنفسه مظلة. ايوه 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 طيب، مظلة مطلثة. أيوة. وجلس تحتها تحت ظلها. ايوه ليرى ماذا سيحدث بالمدينة، وكان طيب. وكان يرجو ويأمل انه راح تشتعل يعني تخرب المدينة، لانه أيوة. كان يكره الاشوريين، لان اليهود كانوا يكرهون الاشوريين. ايوه كان يريد انه المدينة تخرب تخرب. ايوه وعند ذلك يقول وابقض مريا وأمر الرب الإله لنبتة القرع تسلقت، يعني تسلقت على المظلة مالته. يعني أيوة 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 أيوة. طب أنا حشوف لك أبونا
احنا مش هنطول عليك لانه هو يونان، هو الفصل الرابع العدد الايه الخامس 6. والسادس. ايوه، صنع هناك كوخا وجلس تحته في الظل ريثما يرى ما يصيب المدينه. فاعد الرب الاله خروعه، خروع، خروعه، خروع ما يتسلق، خروع لا ما هو هي شجره، هو الشجرة شجره، ما تتسلق، هذه لا خروع ما لا قشة، تتسلق. ايوه، ولكن فالعطر، القرع يتسلق، يتسلق قرع، لا 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 لا، يعني شوف شو يقول، شوف شو شوف يقول. القرع أوراقه كبيرة اعرف تعمل. اعرف اعرف ابونا القرع، خليني اقرا لك شو يقول النص. إيه. فعد الرب الاله خروعه فارتفعت فوق يونان ليكون على راس الظل فينقذه من الضرر. ففرح يونان بالخروعه نعم. فرحا عظيما. خروعه، أيوة خروع. والخروعه هلا هيك فهمت، هيك فهمت. هلا سميث وفهم لك هذا يقطينا. شوف سميث فهمها بمعنى يقطينا، هي يقطينا، هي وهذيك 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 خروعه. بس ايوه ابونا، بس بالعبري، بالنص العبري كوكويون. الكوكويون، انا احكي لك شو هي كوكويون بالعبري، لانه هاي مشكله. وبعدين ابونا، شجره من يقطين، ما في يقطين، ليس شجره، مو شجرة، نبتة، نبتة يقول شرورة، لا ما يقول بس إيلانا، إيلانا شجرة القران، شرورة. يا ابونا انت ما فهمت علي. القران يقول وانبتنا عليه شجره من يقطين. لا شجرة ما يقضي، ما في شجرة، هي نبتة. هنا المشكله، هنا المشكله، هي مشكله مع الشجره. مو فما كله عند العرب صابون. ابونا مو عيب تسخب بي قدام الناس اهو ابونا. وانت شوف دائما تقول انت ابونا هذوها، شوف الكلمه ابو، شوف هذوها، هذوها ابونا الكوكيون، هذا هو الكوكيون. ياسين، ايه اعرف خروع، اعرف اعرف، كانت ايوه، تعجبني كثير شجرة الخروع انا. هذا هو الكوكيون، بالنص التوراتي مكتوب كوكيون. ايه انا من شفته اول مرة شجرة الخروع هلقت عجبتني، قلت راح ازرع منها، واخذت بذور في قرية ما لما كنت بشمال العراق، وجبتها وزرعت عندي بالحديقة. ايوه، فهو هي النص العبري بيستعمل كلمه كوكويون، وهي كلمه كوكويون جت هنا. كوكويون، هذه هي الكوكويون، بلي بلي بلي. فاهم علي؟ اوكي، وضح الامر. هي صباح. المشكله وين وقعت؟ هي مع كلمه شجره. ما فبتعرف حتى بالضبط. ايوه، فالقاموس، قواميس العرب شو يقول لك؟ يقطين، مفرد يقطين، النبات كل شجر لا يقوم على ساق. بس مو شجره، وينك انت رايح؟ البطيخ شجره، وين صارت البطيخ لا شجره؟ يقوم على ساق، شوف يعني من اللي يتسلق ما عنده لا شيء. لا، على ساق يعني إلو ساق الشجرة، مش لا لا يتصرف لا يقوم على ساق، كل لا كله أيوه، بس هو كلمة شجر، هو مش شجر. نعم. تعرف ان احنا بالعراقي للقرع نسميه شجر. أيوه، ها؟ شجر مو شجر، شجر شين مكسورة. طيب والشجرة شو بتقولوا لها؟ ها؟ شي كيف؟ والشجرة شو تقولوها؟ شجر، أشجار، واليقطين شجر. ايه شجر، زارعين شجر، يعني زارعين يقطين قرع. ده هاي حلوه، هاي حلوه. شوف لي اياها، شوف لي اياها بالسرياني اذا موجود هاي الكلمه شجر. ايه لا هاي شجر ما مهمه. بس لا لا لا، شوف لي بالعربي بالقاموس. لا لا، فهمت، بس انت شوف لي بالقاموس السرياني اذا شجر تعني يقطين. كيف ايوه، انا اكتبها هنا بالعراقي، عراقي العربي، ها بالعربي لا يقول سياري. طيب بالعراقي،
اللهجة العراقية. أيوة اللهجة العراقية. شجر بالكسرة. شجر. أيوة شجر يعني قرع. أو يعني قرع ويختير. ويختير. أيوة. هاي حلوة. هاي هاي تسوى ذهب هاي العبارة. فعلًا. لأنه كيف سواها شجر؟ ظاهر كله بالعراق هذا اللي يجري هال الحدث. إيه مش هيك؟ مش هيك أبونا؟ أيوة واضح إنه هاينا لأنه مش ممكن تكون شجرة ياقطين. لا شجرة لا بالمعنى شجرة لا. إيه فهو هو كل شجر لا يقوم على ساق البطيخ والكساء. يعني من شجر اليقطين مش شجر أنواعية. اللي بيها يقطين بيها كوسة بيها ما أعرف إيش بيها أيوة بطيخ وسليق أيوة. فهذا دي يحدد أنه كان قرع يقطين. أيوة 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 هلا بس إحنا نشوف الكلمة شجر. شجر بالعراقي شجر بالكسرة. بالكسرة. أيوة يعني قرع. القرع أو نحن نسميه قرع العربي الفصيح ما. أيوة كوسة. أيوة فقوس غير شيء يكون قوس. ويقطين قسم منهم يعني نوع من القرع. من أنواع هذول أيوة طيب. أي أنواع يقطين وكوسة ما أعرف إيش كون أنواع كثيرة. أيوة 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 طيب. هلا شوف لي إذا في شجر. في السرياني لا ما اظن فيه بس مع ذلك اشوف لك طيب اشجار اشجار يعني اشعل واضرمه اشجار اشجاره بس هاي مهمه انه يعني انتم في العراق تستعمل كلمه شجار ايوه شوف 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 شغره 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 شقه طيب أبونا عندي سؤال شوف شغرة يجي معنى أي إيش اسمه خس الحمار رجل الحمام ما أعرف شغارة منجل جيورة نول شجارة لوز شجرة وثمرة وطم شجرة وثمرة طيب أبونا عندي سؤال هلا أنت قلت لي الشجر بالعراقي هو اليقطين أيوه ولا القرع هو يقطين نوع من القرع بس لا أنا بدي أفهم منك هريك ما هو قصدي أقول لك ما هو قصدي أنت تقول أيوه. إحنا زارعين شجر أيه؟ فتعني بإيه زارعين قرع منيح هلا شوف للقاموس العربي السرياني إذا قرع معناته شجر لا نشوف شفت علي كيف انا افكر خوش حكي هذا خوش حكي لان انا بدي اشوف من وين جت كلمه شجر لانه احنا ما بنستعمل كلمه شجر بالعربي ابونا عندنا صح. يعني فهي لازم تكون دخيله على اللغه ايوه فهمت صح فهمت اللي انا ويش اللي عني ايوه 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 فهمت 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 قرش قرص قرص أنا هشوف لك هنا القاموس العربي شو يقول بكلمة شجر هل فيها كسرة الشجر هي دائما بالفتحة أبونا أيوة أيوة الشجر هو دائما بالفتحة الفتحة هو أيوة هلا بس هنا في بالضمة شجر معنى جمع شجار يعني جمع أشجرة يعني إيش يعني جمع شجرة طيب هلا بنشوف مع الكسرة إذا في كسرة ولا لا شجر أبونا ما في ولا مرة استعملت مع الكسرة أبونا أيوة فهنا يعني بدها تكون سبب ايوه لماذا انتم تستعملون الشجر ابوي ايوه نشوف بس عندكم شجر وعندكم شجر ايوه طبعا شجر شيء شجر شيء اخ شفت 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 ايوه هنا اللي هنا احنا اللي عايزين نشوفها هذا كان يفيد شوف أيوة. يقطين هي قرأة
يرقى دور شرورة، هو شرورة مكتوب هذه شرورة كانت مكتوبة بشتة شرورة بالطين. ايوه أما قرع ما في قرع في هالقاموس، عجيب. يقطين قرع اكيد عندك ابونا في القاموس، مستحيل ما يكونش. قرع. شفت قرع، قرع دال قديرون دال زال را، بعد الدال زال را، دال زال را، كاف دال زال را، قرع. ايوه بس فيها ايوه القر قرع. قرأ 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 قرابة 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 قراح قرار 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 بعدين قراص ابعد، لا قرع بعيد العين بالاخير قراص تقريبا، عين غين فا قاف لام ميم نون ها واو يا قرع قرع. قرر قرح قرر 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 قرص القرص قرص 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 شو هذا القاموس؟ انت مش عارف تجد لي القاموس يعني؟ صاد 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 قرات قرات ايه ما هاي العربي شو اسمه هذا قرع 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 هذه قرع قرع الباب قرع الناقوس قرع صدر قرع الصلاة قرع 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 ضرب القرع يقرع قرع القرع ذهاب الشعر القرع القرع يقنع يقتن قرع نفس الشيء قرع شرورة قولو قنثى. انت ايش قلقون قلقون هو يقول كوكيون 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 شوف هي قلقون ايضا نوع من قلقونيثا قلقنثى قلقنثى ايوه شفت علي. غريبة على هالقلقون قلقون 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 ايوه على كل، انت شفت المشكلة اللي وقعنا فيها، ايوه انه هي المشكلة كلها هي مع كلمة شجرة، ايوه وأنا ما عندي مشكلة مع شجرة، فاهم علي؟ نعم أنا كنت عارف إنها هي ياقطين، هيك أنا تعلمتها بصغري، صح بس أنت شفت بالعربي ترجموها مرة ياقطين ومرة خروع. بالعربي كذلك إيه في الطورة، في إحدى الطوريات، تترجم هي إحدى الترجمات ترجموها. أنا أقول لك حتى هلا نشوف لك هنا، هاي ترجمة سميث وفانديك، فاندايك فاندايك هذول فانديك فاندايك أيوه، هذا هو الترجمة شو اسمه، يقطيني يقطيني، فاهم علي؟ هلا نشوف هنا على كل، هو واضح واضح الأمر. نعم والبتنا عليه يعني صعد عليه شجر يقطين يقطين سواء شجر عليه شجرة من يقطين، شجر هي شجرة من يقطين، مش أيوة. مش على شجرة. لا لا عليه شجرة من يقطين أيوة منيح. طيب احنا نقرأ كمان أيوة بعدين توقف ها؟ أيوة طيب هاي مش هنخلص مع يونس، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. متعناهم إلى حين إلى حين، متعناهم يعني خلاهم يتمتعوا يتمتعوا يتونسوا. طيب أيوة. انتهينا احنا هنا. انتهى أوكي. احنا انتهينا هنا أبونا سقراط أيوه إلى الآية 148. حلو جدا، اليوم خلصنا أبونا قرابة 100 آية، لا شوية أقل شوية أقل، حوالي 90 آية. هاي زينة هاي خش هاي حلوة هاي حلوة هاي حلوة، بس شفت كيف المشكلة مع الشجرة هاي؟ ايه كثير عليها هي يعني اذا هي ما لازم ناخذون هالكتب هذه القديمه سواء كانت مقدسه او غير مقدسه، ما لازم واحد ياخذها حرفيا ولا مشكله حرفيا. ايوه ما هو المشكله ابونا، هي شوف ابونا المشكله وين تقع؟ انت لما تترجم اي خاصه اذا تاخذها على البركه مو مشكله، بس انت لما بدك تقعد تترجم بتصير يعني الاخطاء صعب اللغويه. صعب جدا ايوه، انت لا تجد الاخطاء، لا تنتبه للاخطاء اللغويه الا اذا قعدت تترجم. صحيح
صحيح 100%. لانه تجي طب هي ما بتم هي لا ترهم. نعم طبعا. كيف صارت هيك؟ وبعدين بتوقف على كل كلمه، والا انت بتكرهها بالكيلومتر. إذا ترجمة حرفيا هيك تطلع ولا ما هراء كله ما. ايوه يعني هو المشكله كيف تكون امين للنص. فكل كلمه، ولما تشوف انه كله في التفات وما التفات ومثل هيك وناقص وحكي مثل هيك وابهام، فتتحير يعني. على كل هو يقول لك انه كتاب مبين. اخواني ترجموا، انت ترجموا. هل ترجمتوا؟ لا لا. هسه معروف انه كثير من المنتقدين هذه يبينون هالنقطه هذه، يقولوا مبين كيف مبين، حتى يعني حامد عبد الصمد وغيره وغيره وغيرات هواية يعني كثيرين من قلت لي صح، قلت لك صح. واحد كتب لي يعمل رساله دكتوراه عن الترجمات الانجليزيه في ايران للقران. بعثت له ترجمتي، بده يشتغل على كل الترجمات الموجوده ويشوف كيف تلاعبوا بالامر. فانا كنت بدي كله يعني شوف لي هاي النقطه، لانه بدك تكتب عن كل الترجمات، القران كبير، شو تقدر تقعد تقارن بكل شيء؟ لازم تكون ممنهج. مثلا كيف ترجم موضوع التقديم والتأخير؟ كيف ترجم موضوع النواقص؟ كيف ترجمة المبهمات؟ كيف ومثل هيك والالتفات هاي خطيرة جدا. فهدول النقاط يعني هناك رسالة دكتوراه كلها عن الالتفات، رسالة دكتوراه، والتقديم والتأخير عليها رسالة حوالي 700 صفحة. إيه، فحتى واحد من طلبة الأزهر اللي قدمها رسالة الدكتوراه قدمت في إسبانيا من طالب أزهري. فهم علي؟ بالعربي ونشرت مع مقدمة من الأزهر. تقديم من شيخ الأزهر. فهم علي؟ تصور انا مشان اشوف التقديم والتاخير جبرت اقرا 700 صفحه. اي يعني ما واحد ما يفكر انه هي لعبه، هي مش لعبه. ابونا انا شاكر فضلك انك شاركتني اليوم، وامل انك يعني تسليت مثل ما تسلينا. سلينا استفدنا ايضا وافدنا. ايوه اكيد افدنا. على كل انه هو يعني احنا عايزين نلفت انتباه الناس انه لما يقراوا يدققوا بكل كلمه. انا صديق يقراوا بتدبر، مو يقراوا عبر كالببغاوات. انا صديقه لي من ليبيا تدرس دراسات اسلاميه قالت لي انا بعد ما شفت رايت كتابك كاني اقرا قران جديد. شفت؟ ما كانش منتبه هي. ايوه فتح افق جديد. هو يعني انت لازم تكون غشيم. غشيم على القران، تيجي غشيم على القران وتقول لانه هذاك حافظ عن غيبه ودك له اياه براسه بدك. ما عادش يفكر. وهي هاي مشكله انه هذا التاخر وهذا التخلف، مثل ما يقول احد الائمه يقول أنت عندما تقرأ القرآن إذا عقلك قال لك هذا الشيء مو صحيح، مصري كان، هات عقلك حطه تحت الجزمة. أيوه. عقلك تحت الجزمة وبعد اقرأ القرآن. ما أنا قلت لك في إحدى الحلقات اللي أنا سجلتها مع ناس مو بقناة أخرى، كان عندنا واحد اسمه كبار الباحثين، لقبه في الأزهر كبار الباحثين. عنوان لقبه في الأزهر، يشتغل في الأزهر من كبار الباحثين. اتفق نحن وياه إنه يعرض كتاب مقدمة أخطار لغوية للقرآن على لجنة يكونها بخاطره هو ويعطينا رد عليه. قال لي طب إذا يعني إحنا خالفنا، أنا أذكر ملاحظاتكم كملحق لكتابي. أنا لكم من الشاكرين. وأنا من الشاكرين ما عندي شيء. قال له هذا صاحب القناة خد شهر.
وكون اللجنة وخبرنا بعد شهر. قلت له وين صار صاحبنا؟ قال لي اعتذر. اعتذر. قال لي انت عايز تخرب بيتي؟ قال له انت عايز تخرب بيتي؟ هي هاي دائما. على كل انهم، وفي كثير ناس يقولوا ليش انت ما تناقش رجال الدين؟ اخواني اهو تفضلوا اخواني، يلا تفضلوا، هو الكتاب مجانا، الموضوع تصرفكم. على كل ارجو المشاركين ان يكتبوا ملاحظاتكم على الكلام اللي حكيناه، هذا يهمنا جدا، يهمنا جدا حتى نستفيد منكم، واكتبوا كمان نقدكم، ما عندنا مشكله، يعني احنا برضو مش كاملين على وجه الارض، ما في كامل على وجه الارض، رغم ان النبي لكن غير معصوم على الخطا. ايوه، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس حتى تصلكم الاشرطه القادمه، ودلوا الاخرين على هذه القناه، ربما فيها فائده. ابونا والشكر موصول لابونا دانيال شمعون على مشاركته وصبره مع سامي الديب. شكرا لك، وانا لك من الشاكرين، لانه دا استفيد كثير يعني حقيقه. تسلم 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 تسلم، وانا كذلك استفيد من سريانياتك. يلا ابونا مع السلامه. السلام. سبريخه. سبريخه مع السلامه ابونا.